رسميا قائمة منتخب مصر مع إيهاب جلال لتصفيات أمم أفريقيا. اتكلمنا وقلنا القائمة المتوقعة لمنتخب مصر وقلت اختياراتي في القائمة دي، هتلاقي الحلقة موجودة عندك فوق ارجع اتفرج عليها. لكن قلنا الاختيارات بتاعتنا هنقارنها بقى بالقائمة الأساسية دلوقتي، وهنتكلم كمان عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر اللي يبدأ بيه أول مباراة في تصفيات أمم أفريقيا قدام غينيا كده، مباراة المفروض تكون سهلة بالنسبة لمصر، مباراة مستنيين المنتخب المصري يكسبها أداء ونتيجة، ونشوف أداء هجومي لمنتخب مصر مختلف جدا عن الأداء اللي فات. وكل المدربين اللي كانوا معانا اللي كانوا بيلعبوا بأسلوب دفاعي وباصي لمحمد صلاح بس كده، عايزين بقى أسلوب هجومي، عايزين منتخب مختلف مع إيهاب جلال. قول لي رأيك في الكومنتات في قائمة منتخب مصر، شايف مين اللعيبة اللي اتظلمت لعدم انضمامها، ومين اللعيبة اللي انضمت وما تستاهلش إن هي تكون موجودة مع منتخب مصر، والتشكيل الأفضل من وجهة نظرك اللي نبدأ به المباراة. وكالعادة توقعاتكم مستنية، مهمة جدا التوقعات الصحيحة دايما هتكون معانا في تحليل ما بعد المباراة، وملوك التوقعات الجامدين اللي يقولوا لي نتيجة الماتش كام وكمان مين اللي هيسجلوا الأهداف، هنتكلم في تفاصيل كتير قوي. فكمل معانا الحلقة للآخر، انزل اخبط لايك دلوقتي، شير على قد ما تقدر، واشترك في القناة وشغل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هنعملها بعد كده. ويلا بينا. القاضي يا مونكون شرط الكون جول، القاضي يا مونكون القاضي. انتهى امبارح موسم سيء جدا بالنسبة للكرة المصرية على الصعيد الافريقي كده بالنسبة لمنتخب مصر، خسرنا بطولة امم افريقيا في النهائي وفشلنا في الصعود لكاس العالم. بالنسبة للفرق، الزمالك خرج حصالة المجموعة من مجموعات افريقيا، والاهلي بيخسر النهائي من الوداد المغربي بظلم كبير جدا، بيراميدز والمصري الاتنين خرجوا من الكونفدرالية. مصر كلها كده زيرو بطولة في السنة اللي فاتت، وبداية موسم جديد بقى بالنسبة لمنتخب مصر. هنبدأ في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بسم الله الرحمن الرحيم. الطبيعي جدا أن التصفيات سهلة بالنسبة لمنتخب مصر، مستنيين نشوف أداء للمنتخب المصري مع النتيجة. النتيجة المفروض حاجة مضمونة، لو أنا رحت دربت منتخب مصر باللعيبة الموجودة دي هطلع أول مجموعة مفيش أي مشكلة. إن لما تكون المجموعة عندي غينيا وملاوي وأثيوبيا، يبقى أنت بتهزر لو بتفكر في أي حاجة غير أن منتخب مصر يكسب الست ماتشات جوه وبره. أي تعثر حتى لو بره ملعبك هكون متضايق جدا طبعا، انا عايز منتخب مصر يكسب الست ماتشات، وكمان اشوف اداء لمنتخب مصر، اداء هجومي، افكار في الملعب، عايز اشوف بقى فكر ايهاب جلال من اول مباراه كده. هنتكلم الاول عن القايمه، وهنتكلم مين اللعيبه اللي اتظلمت في الانضمام، ومين اللعيبه اللي موجوده في القايمه ما كانتش تستاهل كده. بعد كده نتكلم عن التشكيل الافضل اللي مصر تبدا بيها مباراه بعد بكره. منتخب مصر اللي قايمته بتضم 29 لاعب، وطبعا ايهاب جلال اتاخر في اعلان اسامي اللعيبه المنضمه من الاهلي لبعد النهائي كده عشان ما يشتتهمش، طبعا قرار محترم جدا من ايهاب جلال. لكن خلاص القايمه اعلنت كامله كده نتكلم عنها. مركز حراسه المرمى موجود عندنا اربع حراس جوه القايمه، محمد الشناوي ومحمد ابو جبل من الزمالك وصبحي وجاد، اختيارات من وجهه نظري ما فيهاش اي مشكله ومش هيبقى عليها اي اختلافات. انا كنت اخترت اربعه لكن ما اخترتش ابو جبل، واخترت مكانه عواد، هو فضل ابو جبل اللي موجود مع منتخب مصر قبل كده ولعب دولي كتير وقال لك ابو جبل هو الافضل. كده كده محمد الشناوي كلنا عارفين حارس مرمى منتخب مصر هو اللي هيكون اساسي البديل ليه ابو جبل اللي لعب مع الزمالك اخر مباراه كده، لكن قبليها عواد كان لاعب ومتالق جدا، وكنت شايف ان عواد ممكن جدا يتاخد مكان ابو جبل، لكن مفيش اي مشكله في رباعي حراس المرمى عادي جدا. ندخل بقى بعديها على باكات يمين منتخب مصر والباكات الشمال، اتنين باك يمين كده، عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر. وهنا بقى نقف شويه كده، عمر كمال طبيعي ان هو يكون موجود افضل باك يمين، وده اللي قلته في حلقه ما قبل اعلان القايمه كده. لكن عمر جابر، من انهي اتجاه تاخد عمر جابر وفكرت ازاي وانت بتختاره؟ هو انت عشان كنت بتدرب بيراميدز فبتدرب عمر جابر فرحت واخده معاك لمنتخب مصر؟ طبعا ماشي، في مشاكل عندك في الباكات اليمين في مصر كلها كده، محمد هاني زي الزفت مع الاهلي، حازم امام سيء جدا مع الزمالك وبيلعبوا بحمزه المسلوسي، ومفيش باكات يمين كتير. لكن كان في كريم العراقي افضل بكتير جدا من عمر جابر من وجهه نظري، وكان موجود هشام صلاح لاعب
الاتحاد اللي اتكلمت عليه، وانا عارف انه كان صعب جدا ينضم لمنتخب مصر، لكن كريم العراقي كان افضل اختيار مقبول من وجهه نظري. عمر جابر سيء جدا، انت لو خدت احمد فتحي كان هيبقى بالنسبه لي افضل من عمر جابر، الاثنين كبروا في السن كده، لكن احمد فتحي يظل قيمه وقامه كبيره جدا لمنتخب مصر، لكن عمر جابر في عز شبابه كان سيء جدا. تتكلم بقى عن الباكات الشمال، موجود عندك ابو الفتوح من نادي الزمالك وكريم حافظ اللاعب المحترف، برضو عندي هنا تحفظ على كريم حافظ، كان موجود محمد حمدي في بيراميدز افضل بكتير جدا انك كنت تاخد ابو الفتوح وحمدي، لكن خلاص هو خد كريم حافظ، فعندي مشكله في الباك يمين الاحتياطي وفي الباك شمال الاحتياطي. خلينا نتكلم بقى عن السرد باكات اللي اتاخدوا المنتخب مصر، ست مساكين اتاخدوا مع منتخب مصر، اولهم طبعا احمد حجازي اللاعب المحترف، وخمسه كده محليين، اتنين من الزمالك وتلاته من الاهلي، وعندي مشاكل كبيره في المركز دون وفي اختيارات ايهاب جلال، واخد من الزمالك الونش ومحمود علاء. يا جماعه ازاي محمود علاء ينضم للمنتخب وهو سيء جدا مع نادي الزمالك؟ الزملكاويه نفسهم عارفين ان محمود علاء ما يستاهلش لا يكون موجود في الزمالك ولا يلعب مع المنتخب، كده بينضم في انضمام غريب جدا بصراحه. كمان بياخد من الاهلي محمد عبد المنعم وايمن اشرف وياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم لسه ما اكتملش شفائه كده وما لعبش نهائي امبارح، هل محمد عبد المنعم جاهز ولا لا؟ لو جاهز ما عنديش مشكله في انه يتاخد، لكن لو مش جاهز ما كانش يتاخد خالص للمنتخب. كمان ايمن اشرف عليه علامات استفهام، سيء مع النادي الاهلي برضه في الفتره الاخيره، لكن بيضمه برضه، فيبقى عندنا ست مساكين، احمد حجازي والونش ومحمود علاء وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم. ده كده خط ظهر منتخب مصر، قول لي رايك فيه في الكومنتات. مين اللعيبه اللي اتجملت واتضافت لقائمه منتخب مصر وما كانتش تستاهل، وكنا نجيب مين مكانها؟ خلينا نقفل كده خط الظهر وندخل بقى على ديفندرات منتخب مصر. موجوده عندك خمس ديفندرات لمنتخب مصر، محمد النني نجم ارسنال، وطبعا من الاهلي عمرو السوليه وحمدي فتحي الاثنين موجودين، وكمان امام عاشور ومهند لاشين، ودي تقريبا كانت اختياراتي بالظبط لما اخترت اربعه، قلت النني وعمرو السوليه وحمدي فتحي وامام عاشور الاربعه موجودين، وبيزود عليهم كمان مهند لاشين، فما عنديش اي مشاكل بصراحه في المركز ده، باستثناء بس ان عمرو السوليه تقريبا لسه مش جاهز كده، فنشوف جاهزيه عمرو السوليه قبل مشاركته من اول الماتشات، مش عايزين اصابات تاني، كفايه لحد كده. ندخل بقى على مركز صانع الالعاب، بياخد اتنين صناع العاب، ومفاجاه كبيره هنا بقى من ايهاب جلال. اولا طبعا بيجيب احمد حمدي من الدوري الامريكي اللي محدش فكر فيه قبل كده، هنشوف احمد حمدي هل هيتالق مع منتخب مصر وهيكون اكتشاف يحسب لايهاب جلال، زي ما عمر مرموش كده محسوب لكيروش وهيفضل محسوب ليه لحد اخر مسيرته الكرويه ان هو اللي اكتشفه في منتخب مصر. هنشوف ايهاب جلال بقى واحمد حمدي اول انضمام لمنتخب مصر. كمان بيجيب محمد ابراهيم، محمد ابراهيم اللي هو شاب كده ما كانش بيتاخد لمنتخب مصر وقليل جدا ظهوره في قائمه المنتخب، بياخده وبيضمه لمنتخب مصر، هل محمد ابراهيم ممكن يكون ليه دور؟ مش عارف بصراحه. انا كانت اختياراتي ان المركز ده احمد حمدي ومجدي قفشه، هو بيضم كمان مجدي قفشه معاهم، فبيبقى عندك ثلاثه صناع لعب كده، احمد حمدي ومجدي قفشه ومحمد ابراهيم، الثلاثه موجودين عندنا في مركز نص الملعب. ندخل بقى على الوينجات كده، موجود عندك خمس وينجات، طبعا محمد صلاح واحمد السيد زيزو وكمان تريزيجي وعمر مرموش، اربعه وينجات، وبيضم عليهم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز كده، خمس وينجات موجودين مع منتخب مصر. كنت شايف ان ممكن تشيل واحد من نص الملعب مثلا محمد ابراهيم وتضيف وينج سادس، كمان الوينجات مهمه جدا في الكوره دلوقتي، وهم اهم مراكز هجوميه، اهم من راس الحربه ومن صانع الالعاب كمان، فموجود عندك على الشق اليمين نفس اختياراتي بالظبط، قلت ان مفيش حد هيختلف عن محمد صلاح واحمد سيد زيزو. لكن الناحيه الشمال بقى كنت مختار تريزيجيه واخترت معاه احمد عبد القادر واحمد رفعت، لكن هو بيستبعد الاثنين دول وبيضم عمر مرموش وبيضم كمان ابراهيم عادل. عمر مرموش مفيش مشكله وابراهيم عادل لاعب مميز، لكن احمد رفعت انا شايفه افضل من الاثنين، واحمد عبد القادر كمان لما بيكون في حالته، سيبك من مباراه النهائي بتاعه امبارح، احمد عبد القادر برضه لاعب مميز جدا. اما بالنسبه بقى لمركز راس الحربه كده، موجود عندنا اثنين مهاجمين وهم احمد عاطف لاعب فيوتشر ومصطفى محمد لاعب جلاتا سراي، وهي دي الاختيارات الافضل من وجهه نظري برضه، بيستبعد محمد شريف، بيستبعد احمد ياسر ريان، بيستبعد كوكا. قول لي رايك في الكومنتات بالنسبه للقائمه، ايه الاختيارات الصحيحه لايهاب جلال، ومين اللعيبه اللي ما كانتش تستاهل تكون موجوده في القائمه، واختار لي اللعيبه اللي تدخل مكانها. ويلا بينا بقى ندخل على التشكيل الافضل لمنتخب مصر، وخلي بالك انا هحط التشكيل في حال جاهزيه اللعيبه دي كلها ان هم كلهم فورمه وكلهم جاهزين كده، مش هتكلم بقى ان في لعيبه في شك ان هم لسه مش جاهزين، لا انا هعتبر كل اللعيبه دي جاهزه، وهقول لك التشكيل الافضل من وجهه نظري. هلعب 4-2-3-1 بالتشكيل الطبيعي
الطبيعي لمنتخب مصر التشكيل اللي فيه هجوم اكتر، مش 3 في نص الملعب زي ما كيروش كان بيلعب. في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر عمر كمال باك يمين وابو الفتوح باك شمال، واثنين سرد باكات محمد عبد المنعم وجنبيه احمد حجازي. ده من وجهه نظري ان عبد المنعم وحجازي هم الافضل حاليا، قدامهم اثنين على الدايره كده، مين اللي يبداوا من اول المباراه؟ عندك حلول كتير جدا. عمرو السوليه الاهم فيهم اللي لازم يكون موجود من اول الماتش، وجنبيه بقى ده المركز اللي هيكون فيه خلافات كتير. هل ابدا بحمدي فتحي ولا ابدا بمحمد النني ولا امام عاشور؟ واحد من الثلاثه. من وجهه نظر انا شايف ان امام عاشور جنب عمرو السوليه هم الثنائيه الافضل من وجهه نظري حاليا. محمد النني بيبقى عنده مشاكل كتير مع المنتخب وما بيظهرش بشكل جيد، وامام عاشور عنده مهام هجوميه اكتر من كل اللعيبه دي، بيشوط كويس من بره ال 18 والتصفيات ضعيفه جدا وفرق اقل بكتير من منتخب مصر. فانا عايز اتنين في نص الملعب هجوميين بشكل اكتر، فهاخد عمرو السوليه وامام عاشور. قدامهم ثلاثه كده، على يمين صلاح طبعا وعلى الشمال تريزيجيه، وفي صناعه الالعاب مين بقى؟ محمد مجدي قفشه ولا احمد حمدي؟ انا هختار قفشه حاليا لان لسه ما تابعتش احمد حمدي وما شفتوش كتير كده، فمش هقدر اقول ان هو في التشكيل الاساسي. ومهاجم وحيد لمنتخب مصر احمد عاطف مش مصطفى محمد، احمد عاطف اللي مميز جدا في الفتره الاخيره واللي اعتقد انه في الفتره القادمه هيكون مهاجم مصر الاول وهيرجع لنا مركز راس الحربه يلمع من جديد في منتخب مصر. فده التشكيل الافضل من وجهه نظري، قول لي رايك انت في الكومنتات، هتختلف معايا في ايه وتتفق معايا في ايه، والتشكيل الافضل من وجهه نظرك؟ مستني كومنتاتكم. ما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، وتقول لي توقعك لنتيجه المباراه بين مصر وغينيا، الماتش ممكن يخلص كام، وملوك التوقعات بقى اللي هيقولوا لي النتيجه وكمان مين اللي هيسجلوا الاهداف. كومنتاتهم هتكون موجوده معايا في تحليل ما بعد المباراه. سلام.